لا تحاول أن تبحث عن الوجه الآخر لأي شخص، فلكل منا جانب سيء يتحاشى حتى مع نفسه. فبعض الناس كلما اختلف مع أحدهم ذكره بأخطاء وقع فيها منذ سنوات فيلصقها فيه بكل موضوع، وهذا يا أحباب من الظلم، فربما يكون قد تغير وغفر الله له، لأن التوبة تجب ما قبلها. فمن عاب إنسانا واقعا في خطأ سيقع هو في نفس الخطأ. وإذا سترت اليوم على إنسان زله قد منحته فرصة للإصلاح، وستنال ستر الله في الدنيا وفي الآخرة. فلا تبحث عن ماضي الشخص فيبحث هو عن ماضيك، ولكن انظر إلى حاضره معك وسينظر هو عن مستقبله معك. فليس كل ما تعرفه سيريح قلبك، بعض الأشياء أجمل لو بقيت مجهولة.